السلام عليكم. انا بحب يعني النهارده التقي بولادي والشباب الجميل اللي من طلبه هواوي، بالاضافه للشركات المهتميه بالاستفاده من الكوادر الجميله اللي عندنا دلوقتي. الشباب اللي حصل على شهادات دوليه وذاكر ووصل لمستوى تقني ومهارات اتصالات متميزه. فأنا النهاردة سعيدة جدا وأنا بلتقي بيكم لتاني مرة في هاير 3، إن أنا أشوف قد إيه عدد الشركات بيزيد والشباب الجميل اللي حاصل على شهادات دولية برضو بيزيد. يعني إحنا كنا السنة اللي فاتت 50 شركة مشاركة معانا و2000 شاب وشابة، السنة دي العدد زاد وصلنا ل60 شركة مشاركة معانا من شركات دولية وعالمية كتيرة، شركات من جوه مصر ومن بره مصر، وشباب جميل حاصل على شهادة واثنين وثلاثة. فالحقيقة الملتقى دوت بيسعدنا جميعا، لان احنا الهدف الاساسي من التدريب اللي بتدربه مع بالتعاون مع هواوي ان احنا نفتح فرص عمل لشبابنا واولادنا. وبالتالي وجودها يعني ملتقى زي دوت هاير 3 بيخلينا نطبق الفكرة الأساسية، وإن إحنا بنوصل شبابنا اللي وصل لمرحلة من العلم والمعلومات القوية للشركات المهتمية بإنها تلاقي شباب زيكم. إن شاء الله السنة دي يكون ملتقى ناجح زيه زي السنين اللي فاتت وأكتر إن شاء الله، وكل واحد فيكم يلاقي الشركة اللي هو بيحلم بيها يشتغل فيها، والشركات اللي بتدور على كوادر إن شاء الله ربنا يوفقها النهاردة. وأنا متأكدة إن شبابنا في من الإمكانيات والمهارات اللي هتلبي طلبات كل الشركات اللي موجودة النهاردة معانا. شكرا ليكم وأتمنى لكم التوفيق بإذن الله.